نحن بصراحة سعداء جدا بمواقف جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن سعداء بهذا الدعم القوي الذي تقوم به جمهورية مصر منذ سنوات. عندما دخلنا في هذه المحنة كانت جمهورية مصر رئيسا وحكومة إلى جانب قواتنا المسلحة، إلى جانب مجلس النواب، هي الداعمة وهي المتحدثة باسمنا حتى في الجهات الأجنبية وفي المحافل الدولية. كان فخامة الرئيس يتناول ليبيا في أي مؤتمر صحفي، كان يتناول ليبيا ويعيش محنة ليبيا. سيادة وزير الخارجية يتنقل من دولة إلى دولة لا لشيء إلا من أجل حل المشكل الليبي. برلمان مصر المحترم رئيسا وأعضاء وقفوا إجلالا وإخبارا للشعب الليبي من أجل تقديم أي خدمة، وأعلنوا تأييدهم لخطاب فخامة الرئيس في براني، وقرروا كشعب الوقوف إلى جانب ليبيا. هذه الأعمال لا تستغرب على جمهورية مصر وعلى رئيس مصر ولا على شعب مصر. نحن ورثنا عن الآباء والأجداد هذه العلاقات، هذا المصير الواحد وهذا التاريخ الواحد. نحن عندما ضاق بنا الحال أثناء الاستعمار العثماني الأول وبدأ الذبح والشنق والأدمات في الليبيين، انتقلوا قبائل برمتها وأتت إلى مصر فوجدت الأهل، وجدت الماء، وجدت الأرض، وجدت الأخوة، واستقرت حتى يومنا هذا بجمهورية مصر العربية. نحن أثناء الحرب الإيطالية عندما اضطر الليبيون للخروج من ليبيا لن يجدوا حظ دافي ولا صدر رحب إلا جمهورية مصر وأخوتهم المصريين. دائما مصر هي السند وهي العون للشعب الليبي، ونحن نعتبر مصر هي أم الأمة العربية، ونحن الأقرب إلى صدرها وإلى حضنها لأن نحن جيران، نحن الأصهار، نحن ذوي العلاقة المختلفة حتى مع الدول العربية الأخرى. فبالتالي ما قام به فخامة الرئيس عندما ذكر أن أي اعتداء على ليبيا يعتبر اعتداء على مصر، وأن القوم الأمن القومي الليبي هو الأمن القومي المصري، وأن قوات مصر العظيمة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب ليبيا وللدفاع عنها. نحن من هنا عرفنا أننا لسنا وحدنا في الساحة، ولسنا وحدنا في مقاومة أو مواجهة الأتراك المستعمرين.